السلام عليكم اخوتي الاعزاء، اينما كنتم وارتحلتم من القناه، محسن الغزالي يحييكم ويشكركم على دعمكم للقناه. تحيه لجميع الناس اللي كتشجعنا والناس اللي كتدعمنا. كما الاخوه كتشوفوا معنا الان، حنا كنتواجدوا بمحلات الجزاره بالطريق الوطنيه ديال بوقناد البساله. كما كتشوفوا الاخوان معنا، بدايه العمليه ديال هدم هذه المحلات ديال الجزاره اللي ذكرنا الاسم ديالها من قبل، ونخليكم تاخذوا فكره على هذه العمليه هذه. وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم شكرا على دعمكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش بجيم والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله. فرجه ممتعه.